نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تزعم تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة. وأوضح المركز الإعلامي أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، ويتمثل أبرزها في الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح، فضلا عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي، إلى جانب تقريب نقاط الاستلام من المزارعين.